غزي في المشهد ده كان بيضرب بجد يا جماعه، وكان الان كان في عسكري رخين كده انا نقيته يخش يضرب غزي. احكي لنا عن كواليس المشهد ده. لا المشهد ده بص هو كانت هي كانت باينه من ما كنت في الزنزانه وبيجي ياخدني من الزنزانه. فهو هو الولد يعني هو جاي اللي هم الكومبارس المجاميع، فهو جاي يعمل حاجه معينه ملوش دعوه باي حاجه. فهو قال له استاذ محمود قال له هتدخل تشده وتخرجه، فهو فعلا تحس ان هو مخبر عسكري بجد. هو داخل، فانا قلت الولد ده ايه، الولد ده هيقتلني هيموتني. فبقى محمود بعد كده قال لك بقى كنا في اخر اليوم كده وقال لك المشهد بتاع الضرب بتاع العساكر وبتاع، فانا ايه، فانا باصص له كده يجي بس له بقيت استخبى منه قوي باصص لي مركز هو معاك. عارف ان هو هيضربني، فهو باصص لي تحس اللي هو بايه بيفصصني كده، اضربه منين اضربه فين ده يضرب فين يعني اضربه في انهي حته. والله انا بقيت استخبى منه واقول له محمود الواد ده هيموتني، يا محمود اروح له محمود الواد ده هيموت. وفعلا ما تخافش اقول له ما تخافش، وفعلا لما دخلنا في المشهد كان بيضرب بجد. من عيوب عبد الكافي كمخرج يا استاذ بيقول أيوة. من عيوب بيقول له مضربه بجد، اللي بيروح يوشوش الممثل الثاني يقول له لا ده بيقول له الممثل اللي هيضرب يقول له ما تخافش ده كده وكده، يروح بقى للثاني لسه قايلها النهارده اضربه بجد. اهم حاجه المشهد حلو حقيقي ريل يعني. غزة كان عايز اقول لك كان قلقان جدا، هو اول ما شافه تقريبا العسكري قبل التصوير لانه بي 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 مش عايز اقول بيتغابى، بس هو بيضرب بجد بيتعامل بجد. هو ده حلو يا غزة؟ لا مزعج، لا مزعج حلو ليك انت كمخرج. لكن زي الراجل اللي كان عرصني هنا في الراعي فاكر انت في مشهد كده اقول له يا سيدي يقول لي ما تخافش مش هخف عليك هخف مش هستقبل يا ابني مش هستقبل امسك يعني امسك جنب بس ما تقرصنيش. بيمسك دي هنا في الحته دي والحته دي حساسه اصلا وعلمت ازرق كده ويا عم عارف ده انه مشهد الواقعيه مطلوبه يا غزة واقعيه مش باينه انا اللي حسيت بيها مش باينه.